مكان خاص، مكان جميل جدا، محبب على قلب الرب يسوع، محبب على قلب التلاميذ ومحبب على قلبي شخصيا. أنا عشت في منطقة الجليل وهذه البحيرة، بحيرة طبرية، بحيرة جميلة كنت بقضي فيها وقت طويل. هذه المعجزة، ظهور يسوع المسيح بعد القيامة لسبعة من التلاميذ، وطبعا قبل موته كان أعلن للتلاميذ أن يسبقوا إلى الجليل، وطبعا بعد القيامة اتكلم مع مريم أن تذهب وتقول لإخوته أن يسبقوا إلى الجليل، إلى المكان الأول المحبب على قلبهم لكي يتعامل معهم معاملة خاصة، وهذا الظهور الخاص للرسل وتلاميذ المسيح. هذه البحيرة، بحيرة طبرية، نسبة لتيباريوس قيصر، طبعا طبرية تستطيع أن تراها من بعد، بناها هيرودس أنتيباس تخليدا لهذا الإمبراطور، وأيضا تسمى بحيرة كنيرت مثل الكنار، الآلة الموسيقية، أو بحيرة جنسرات، أو تسمى أيضا بحيرة الجليل لأنه كان في مدن وقرى حول هذه البحيرة. هي تحت مستوى سطح البحر 212 متر، طولها 22 كيلومتر وعرضها 12 كيلومتر. مكان جميل جدا، بستمتع بصوت خرير الماء.